مباشر من المغرب، فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر ولحظات قبل انتشاله. مشهد حزين شاهد أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب ريان ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ريان. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. مشهد حزين شاهد أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته. ظهرت أسرة الطفل المغربي ريان في مشهد مؤثر عقب تلقيها خبر وفاة ابنها ريان بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض. وأجرت قناة الغد لقاء مع أسرة الطفل الراحل ريان عقب وفاته، وأعلن الديوان الملكي في المغرب السبت وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر. وأفاد ببيان للديوان الملكي في المغرب أنه على إثر الحادث المفجع الذي أودي بحيث طفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد أورام ووسيم الخرشيش والدي الفقيد الذي وفاته المنية بعد سقوطه في بئر. يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة طفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق. صحيفة تفجر مفاجأة بخصوص وفاة الطفل ريان، والأطباء سيحددون السبب بعد تشريح الجثمان. يستعد المغرب اليوم الأحد لتشييع جثمان الطفل ريان في جنازة شعبية مهيبة بعد تحديد أسباب الوفاة من قبل أطباء مختصين، ويرقد جثمان طفل البئر في المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط بعد 5 أيام من التشبت بالأمل في العثور عليه وإخراجه. وبعد إعلان خبر الوفاة رسمياً، أوضح الديوان الملكي في بيان أصدره مساء أمس السبت أن الملك محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع والدي ريان وعرب عن أحر تعازيه لأفراد أسرته كافة، كما عرب عن تقدير لجهود السلطات الدؤوبة خلال عملية إخراج ريان من البئر. وشغلت عملية إنقاذ ريان البالغ من العمر 5 سنوات والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سنتيمتر في ضواحي مدينة شفشاون بشمال المغرب شغلت العالم أجمع، وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة للطفل وارفقوها بتدوينات بلغات مختلفة ودشنوا العديد من الهاشتاجات. وقضى الطفل نحو 100 ساعة داخل حفرة ضيقة في البئر عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه، كما أظهرت المعاينة الطبية التي أجرها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري. وترقب الملايين في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا، لكن شاءت الأقدار أن يلفظ أنفاسه الأخيرة قبل وقت قليل من وصول فرق الإنقاذ إليه. وأوضحت أن الأمل فقد وتم التكتم على خبر الوفاة واستكملت أعمال الحفرة حتى خرج ونقل بسيارة الإسعاف، ليعلن الديوان الملكي المغربي بشكل رسمي عن وفاته لاحقا. بعد إخراج ريان ميتا من البئر تفاصيل أيام الفاجعة. العالم بأثره خاصة بعد حبس الأنفاس طيلة 5 أيام من الترقب والانتظار بأن يخرج سليما معافا من ظلمات البئر، ولكن الله قدر أن يتوفى الطفل داخل البئر وخرج رجال الإنقاذ جثمانه وسط حزن كبير غطى العالم كله. وبعد 5 أيام من الحفر المتواصل خرج الطفل المغربي ريان من البئر العميقة جثة هامدة في خبر هز العالم وأحزنه، وكان الجميع يضع يديه على قلبه مع كل تطور في عملية الحفرة أملا في إخراج الطفل ريان، لكن النهاية كانت مأساوية. وبدأت القصة الثلاثاء عندما كان الطفل ريان يلعب عند البئر العميقة في قرية تقع في إقليم شفشاون شمال المغرب، وشيئا فشيئا صارت قصة الطفل ريان تشغل بال المجتمع المغربي ليلة الثلاثاء والأربعاء وصباح الأربعاء، ثم تجاوزت الحدود لتصل إلى العالم كله. وكانت هناك محاولات أولية لإخراج الطفل قام بها متطوعون، لكن تلك المحاولات باءت بالفشل لضيق البئر. وفي الأربعاء دخلت السلطات المغربية في عملية الحفرة وجلبت وسائل تقنية ضخمة مثل جرافات واستعانت بكاميرات لرصد حالة الطفل العالق في البئر على عمق يصل إلى 32 مترا، لكن الأربعاء انتهى دون أن يتم التوصل إلى إنقاذ ريان. وفي يوم الخميس أكدت عائلة ريان أن ابنها لا يزال على قيد الحياة رغم مرور أكثر من 50 ساعة على بدء الحفرة. وكثفت السلطات المغربية في هذا اليوم عمليات البحث من خلال جلب المزيد من الجرافات. وفي هذا اليوم
توقفت عملية البحث إثر حدوث انهيار صخري، وكان في يوم الجمعة هو اليوم الرابع عمليا للبحث، حيث كثفت السلطات المغربية جهودها في هذا السياق، وقالت إن أمطارا تفصل رجال الإنقاذ عن انتشار الريان. وما ميز هذا اليوم هو عملية الحفر اليدوية مع اقتراب فرق الإنقاذ من مكان الطفل على عمق 32 مترا تحت الأرض. ورغم أن الحفر كان يدويا إلا أنه توقف لفترة من الزمن نظرا لوقوع انهيار صخري. وأشارت السلطات إلى أن عملية الحفر معقدة، فأي انهيار قد يؤدي بحياة الطفل الصغير. قصة الصخرة التي تسببت في تأخر فريق الإنقاذ ووفاة الطفل ريان. كشف مصدر مغربي مسؤول السبب وراء تأخر عملية الوصول إلى طفل ريان القابع في قعر بئر، وأوضح المصدر المسؤول لصحيفة هيسبريس المغربية أن صخرة صغيرة عطلت عملية الإنقاذ لمدة طويلة، خاصة أن عملية الحفر وتكسيرها تتطلب صبرا ودقة حتى لا تتسبب عملية الإنقاذ في كارثة قد تطال الفريق الفني الذي يعمل في ظل تربة هشة. وقال إن الصخرة التي كانت توجد في عمق النفق الذي تم حفره للوصول إلى الطفل ريان تتطلب تكسيرها أكثر من 3 ساعات متواصلة للوصول إلى الطفل. وفي وقت سابق أعلن رجال الإنقاذ أنهم تمكنوا من الوصول إلى مكان موضع الطفل ريان في البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي، ثم تأخرت عملية انتشاله بسبب الصعوبات التي واجهتهما. شاهد لقطات جديدة للحظة خروج جثمان الطفل المغربي ريان. حالة من الحزن اجتاحت ملايين البشر حول العالم إثر وفاة الطفل المغربي ريان، بعدما تعلقت قلوبهم بالسماء للدعاء له بالخروج سالما من ظلام البئر إلى نور الحياة مجددا. وعلى الرغم من وفاة ريان تبقى حالة التعاطف قائمة، حيث ظهرت فيديوهات جديدة للحظة انتشاله من البئر. وكان قد أعلن التلفزيون المغربي وفاة الطفل ريان الذي سقط في بئر بطول 32 مترا بعد أن أمضى 5 أيام عالقا. وعلى إثر الحادث المفجع الذي أودي بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع والده ووالدته الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر. مباشر من المغرب فرق الإنقاذ تصل إلى مكان الطفل ريان في البئر ولحظات قبيل انتشاله. والآن أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات. ما هو سبب وفاة ريان؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن أنهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.